الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الانضمام إلى مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط منذ إطلاقها للمرة الأولى عام 2019، إيمانا منها بأهمية الدور الذي يمكن لهذه المبادرة أن تقوم به. وفي كلمته خلال جلسة حول مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط خلال قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ، شدد الرئيس السيسي على السعي لاتساق الجهود لمواجهة تغير المناخ مع أفضل العلوم المتاحة، بما يضعنا على الطريق الصحيح نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس. هذا وشارك بالجلسة رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان والرئيس العراقي وعدد من ممثلي الدول. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر، وذلك بالشراكة مع بلجيكا، بهدف إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين ومع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل. جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي خلال ترأسه والمستشار الألماني أولاف شولتز المائدة المستديرة الاستثمار في مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر، والتي تعقد في إطار فعاليات COP27. وأكد الرئيس السيسي أن مصطلح الهيدروجين الأخضر بات الأكثر شيوعا واستخداما خلال السنوات القليلة الماضية في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المتجددة. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاء مع حزب الحركة الوطنية بمقر الحزب، وذلك ضمن سلسلة لقاءات مشتركة عقدتها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطني مع كافة التيارات والفئات المختلفة للمجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. تناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب الحركة الوطنية المصرية في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني بالمحاور الرئيسية 3، داعيا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها. أعلنت بريطانيا عزمها تقديم قروض جديدة لدعم أكثر الدول عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما يشمل خيار تأجيل سداد الديون في حالة وقوع كوارث. وقالت المالية البريطانية أن وكالة تمويل الصادرات البريطانية ستقدم مثل هذه القروض للبلدان المنخفضة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النامية، مضيفة أنها ستقدم تفاصيل الخطط في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 والمنعقد في شرم الشيخ. تقدم وزير الدولة البريطانية جافين ويليامسون باستقالته بعد نحو أسبوعين من تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة ريشي سوناك. وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن استقالة ويليامسون جاءت عقب اتهام وزراء له بالتصرف بطريقة تنطوي على تنمر. أغلقت في عدد من الولايات مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وبحسب ما أفادت به وكالة رويترز، فإن النتائج الأولية تشير إلى فوز العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الانتخابات، وذلك مع إغلاق صناديق الاقتراع في عدد من الولايات. هذا ويجرى الانتخاب على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ وجميع مقاعد مجلس النواب، والبالغ عددها 435. فاز برشلونة على مضيفه أوساسونا بهدفين مقابل هدف في الجولة 14 من الدوري الإسباني، وسجل للفريق الضيف بيدرو ورافينا، بينما سجل ديفيد غارسيا هدف أصحاب الأرض ليرفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 23 نقطة في المركز السادس. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.